نحن هلا بختام القداس الالهي يلي بيختتم الايام العالميه للشبيبه، احتفلنا فيه كل شبيبه العالم مع قداسه البابا مع كل الاساقفه والكرادله والكهنه. شو بدي اقول لكم، شيء خبره رائعه. في حدا من الشبيب امبارح كان عم بيقول لي مع كل المسيره يلي مشيناها، قال لي حسيت تذكرت مثل الشعب الاسرائيلي، الشعب اليهود العبراني وقتا كان عم يعبر الصحراء مع موسى، وكيف وصلنا هون على ارض عن جد يعني على هون نحن بايامنا عاملين مي وكل شيء، بس عشنا اختبار عبور الصحراء لحتى نوصل ونعبر لارض جديده. ومع الرساله يلي قداسه البابا اعطانا اياها انه ما نخاف ما نخاف ما نخاف ابدا ونكون عم نتشجع، هيدي رساله دخلت قلوب عدد كتير كبير من الشباب والصبايا، وصراحه راجعين بنبض جديد على لبنان. ما في كلمات بتوصف الاختبار يلي عم نعيشه هون. وهلا رح كون عم بتوقف مع بعض الاشخاص يلي اختبروا كمان هيدي المسيره هون لحتى نكون عم نوصلكم شوي صغيره من الحدث يلي عشناه، واكيد بفرح كتير كبير ان شاء الله باللقاء الجاي بالايام العالميه للشبيبه بكوريا الجنوبيه بسيول بنكون عم نلتقى كمان مع تشاريتي تي في. بونجور شارلين، معكم من البرتغال من لشبونه. بدي اقول لكل شبيبه العالم وشبيبه لبنان انه الحب مثل الموسيقى ما له لغه، وقدرنا نحكي من حب لحب، من بلد لبلد، من موسيقى لموسيقى. اكسبيرينس كتير حلوة عشناها. منوجه لكم موسيقى جديدة، موسيقى برتغالية على أنغام لبنانية، شارة نقدر نحملها معنا ونوصلها لبلدنا ولكل إنسان موجود بيناتكم. ميرسي. بونجور جميعا، كانت رحلة ولا أجمل من هيك، رحلة حج أخذنا منها زواد كتير مهمة، تعرفنا على الشبيبة من كل أنحاء العالم، تعرفنا على ثقافات بعض، كيف كل بلد بيعيش إيمانه، الثقافة الدينية عنده والروحية، فهيدي يمكن أهم شيء نحن زودناها، والبركة اللي أكيد بيعطينا إياها البابا بآخر القداس هي كمان أهم بركة وأهم زوادة نحن بنحملها بحياتنا. هاي، أنا اسمي كريستينا إلينا الشاطر، أنا لبنانية بس ساكنة بكندا، والشعور اللي عم نحسه هون كتير ممتاز وكتير مبسوطين، وفي سلام داخل بتحسيه خاصة بس يكون كلنا فرحانين سوا وعم نحكي وعم نسلي سوا، كتير ممتاز هالشعور وما في يوصفه، ما في كلام يوصفه. تصوروا أكتر من مليون شخص عم يصلي سوا، المحبة هون قوية كتير. هاي جين، أنا باللجنة الوطنية للشبيبة مجلس الأعمال الرسولي. صراحة نحن معودين يكون عنا يسوع، منفكره عنا بس بمنظماتنا الملتزمة، جامعاتنا الملتزمة، فقدي حلو اللي انه في عنا مليونين شخص اجوا ليعترفوا انه عن جد يسوعنا واحد ويسوع حي. فان شاء الله الكل انسان بيقدر يعيش الاكسبيريانس مع اشخاص من كامل الجنسيات، ما حدا بيفهم على حدا بس كلنا عم نفهم على لغة الحب، فان شاء الله الكل بيقدر يعيش هالشي.